وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا وزير الخارجيه الاسبق سعاده السفير محمد العرابي. سعاده السفير، بعد التحيه، العلاقات بين القاهره والمنامه شهدت ازدهارا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف ترى ذلك؟ طبعا ده امتداد لعلاقه ثابته راسخه، ولكن طبعا حصل تطور كبير في العلاقه وزيارات متبادله على عدة مستويات، سواء كانت على مستوى القمة أو مستوى الوزراء أو اللجان المشتركة. نعم. وبالتالي هذه العلاقة بتشكل نموذج ومثال حي لإمكانية أن تكون هناك علاقات عربية مجردة قايمة على المصالح المشتركة، قايمة على احترام كل طرف للآخر، قايمة على فكر أن يكون هناك يعني استراتيجية موحدة تستطيع أن تواجه الأخطار. والمنطقة العربية في المرحلة الحالية فيها تحديات كبيرة، أعتقد أنه مثل هذه الزيارات ومثل هذا التقارب ومثل هذا النموذج في العلاقات الوطيدة وفي نفس الوقت الثابتة والراسخة، إحنا لم نشهد أي فترة من الفترات في هذه العلاقات يكون فيها توتر أو فيها حتى شائبة يعني بتعكر صفو العلاقة. فعشان كده أنا بشوف أنه توطيد مثل هذه العلاقات في المرحلة الحالية أمر هام جدا في فترة حرجة بمر بها العالم العربي وتمر بها المنطقة كلها في توترات كثيرة وانعكاسات لأوضاع دولية علينا بشكل حاد جدا. فمن الضروري يكون في مثل هذه المشاورات بين دول صديقة، دول تحترم بعضها البعض ولديها علاقات تاريخية قوية راسخة. إذا وضعنا هذه الزيارة سعادة السفير في إطار الاستعداد للقمة المرتقمة ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن، ماذا نقول؟ يعني حضرتك ده امتداد للجهد العربي اللي حصل في مصر منذ فترة. كان في قمة ثلاثية كان فيها جلالة ملك البحرين في شرم الشيخ وزيارة ولي عهد السعودية ثم زيارة أمير قطر ثم زيارة السيد الرئيس لسلطنة عمان والآن في البحرين مرة أخرى. ده كل ده أكيد بيكون في قدر كبير جدا من التشاور ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة نقدر نقول للموقف القادم، ماذا ستطلب الولايات المتحدة من المنطقة وماذا ستقدم للمنطقة وكيف تخرج المنطقة بسلام من فكرة ان هي تنحاز الى طرف ضد طرف. كل دي موضوعات تتطلب ان يكون في يعني نقاش حاد وقوي ما بين الاطراف المختلفة، وفي نفس الوقت يكون في محاولة انتاج مواقف مشتركة بحيث ان تشكل ارضية تبقى فيها تلاقي وقبول من كل الاطراف المجتمع مع الرئيس الامريكي، ما يحصلش يكون في تناقضات او انشقاق في الصف الواحد اللي احنا بنسعى اليه. نعم، يعني ربما هذا هو اللقاء الثاني كما اشرت بسعاده السفير بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين في فتره وجيزه. هناك تعاون وثيق ورؤيه موحده تجمع البلدين تجاه قضايا المنطقه. في رايك كيف يمكن التنسيق بين البلدين لمواجهه مختلف هذه التحديات؟ طبعا مملكه البحرين جزء من اهتمام مصر الاصيل بامن الخليج. بلا شك ان هناك تدخل او تدخلات او نشاط من بعض القوى الاقليميه في المنطقه في تهدد امن واستقرار بعض الدول منطقه الخليج، وبالتالي التواجد المصري اليوم ممثل في فخامه الرئيس ده في حد ذاته رساله قويه لاي طرف يحاول ان هو يدخل او يتدخل في الشؤون الداخليه لدوله البحر او مملكه البحرين ويهدد استقرارها، وده امر مهم. فكره الاستقرار والثبات واستقرار الاوضاع داخل منطقه الخليج ده امر مهم جدا، وده ايضا قد يكون في اطار يعني الامن القومي العربي، وفي نفس الوقت ده بيشكل يعني موقف مهم عندما تجلس الدول العربيه مع الرئيس الامريكي. هذه الدول لازم تكون فيها قدر من التضامن والاحساس بالمشاكل اللي ممكن ان هو يعني الدول تقفق مع بعضها البعض وتواجهها، ده بحد ذاته امر مهم جدا امام يعني القمه القادمه في منتصف يوليو، ان تشعر هذه الدوله الكبرى الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الدول متضامنه وتقف مع بجوار بعضها البعض في صف واحد ولديها استراتيجيه واحده ولديها رؤيه واحده ناحيه الاخطار
اللي ممكن تقع في المنطقة. دبلوماسيا أيضا سعادة السفير، ونحن في أسبوع ثورة 30 يونيو في ذكراها 9، مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي دعمت ثورة 30 يونيو، وأيضا مصر تاريخها مع مملكة البحرين في الدعم المتواصل منذ إعلان استقلالها في عام 1971، يعني هناك تاريخ مشترك وقديم من الدعم المتواصل ما بين البلدين. صحيح، أنا شاهد على ذلك. أنا زرت مملكة البحرين والتقينا بجلالة الملك في 2011، كنت وقتها يعني وزيرا للخارجية، ووجدت في حديثه كل التضامن مع مصر وكل التأييد لما حدث في مصر. ثم بعد كده كمان في 30 يونيو كان هناك موقف من مملكة البحرين قوي جدا بيساند الشعب المصري في رغبته في يعني الخروج عن سيطرة جماعة الإخوان والخروج إلى نطاق جديد بيعبر فيه عن أماله وطموحاته، وكان موقف البحرين فعلا مناصر ومساند لرغبة الشعب المصري، سواء كانت يعني في التقدم بعد انهيار حكم الإخوان أو في عملية الانطلاق اللي حصل حاليا في إعادة بناء الدولة. كل ديت مظاهر أو سياسات بحرينية أصيلة بتؤيد التقدم الموجود في مصر وتؤيد الانطلاقة اللي حصلت بعد 30 يونيو، وده أمر يعني واضح جدا في كل تصريحات المسؤولين وفي اللقاءات اللي بتتم معاهم، إن هناك تأييد خالص وسعادة كبيرة إن مصر تستطيع إنها تستعيد طريقها وتستعيد قوتها في فترة وجيزة. نعم، يعني هي ليست صدفة أن تكون معنا سعادة السفير في هذا اليوم ونحن نغطي هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين. فكما ذكرت كنتم وزيرا للخارجية في أثناء ثورة 30 يونيو. نسترجع سويا بعض الذكريات فيما يتعلق بالعلاقة ما بين مصر والبحرين، وتحديدا العلاقة الشعبية ما بين الشعبين. كيف استقبل الشعب البحريني هذه الثورة وفكرة التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية؟ تصحيح بسيط، بس انا ما كنتش وزيرا ايام 30 يونيو، كنت قبلها بشويه. نعم، لكن يعني عاصرت الفتره الهامه في تاريخ مصر وشاركت فيها كمواطن مصري عادي، متواجد في الميادين ضد جماعه الاخوان، وشاركنا في 30 يونيو ايضا. ولكن اقدر اقوله انه نعم في فتره التمهيد، نعم، على تواصل مع شعب البحرين وعلى مسؤولين مع مسؤولين في البحرين، وكانت هناك النبض الشعب المصري كان يصل اليهم يوميا، وكان هناك تأييد فعلا وشغف كبير لمعرفه نتائج هذه الثوره الشعبيه ضد حكم الاخوان. واعتقد انه احنا يعني كنا بنتلقى تهنئه بعد 30 يونيو وبعد 3 يوليو بالذات، بعد ما بدات الامور تتضح في مصر و الشعب قدر ان هو يغير فعلا هذا النظام. فلا، شعب البحرين يقف معنا دائما في كل المواقف، والحمد لله مثل هذا التضامن له اثر كبير على الشكل العربي العام، ويمكن كل الدول العربيه الحقيقه بالذات منطقه الخليج كان لها احساس كبير ان 30 يونيو ده يعتبر انتصار لهم هم ايضا. نعم، سعاده السفير محمد عرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.